دورو جاكري ذكرنا اخر الدوام مشان نشتري لك بسكليت. ايه بصير، والله كتير مروق. اذا كنت حابب كمان باخذك مشوار لعيونك. نسيت شنطتي. شكرا. رح رد على التليفون وارجع. ايه على فكرة بهنيكي زينو، كسرتي خطوطك الحمراء ولقيتي طريقك. شو؟ عم قول عم تعملي صح ومن جهة تانية غلط. يعني قصدي الحياة قصيرة، حلو انتي عم تحاولي تعيشيها وما في مشكلة بهذا الشيء، بس المشكلة عندك هي اختياراتك. هيك قلتك؟ يعني جاكري شاب منيح بس بيضل جاكري. يعني كمان هو عنده شيء مكسور جواته، بس الجرح اللي جواته أعمى من اللي عندك، وأثناء هاي الفترة أنت بحاجة لطبيب مختص. وين موجود هالمختص؟ ليك واقف قدام عيونك. تمام، سجلتها. إذا احتجت لشي الموضوع ببالي. حلو، إذا خطرت عبالك أنا موجود. ما عندك أي فرصة يا برو. رح نشوف. شو عم يصير معك؟ شو بده يصير؟ شكله اشتاق لقتلاتنا. عادي لك ابني، الولد اتخذ أبوه على الحبس من قدام عيونه، بيكون معصب بالنهاية. يلا منعطيه فرصة. حالته مكركبة مثل كل مرة. لا تهتموا، خلونا نمشي. مارك تعال خلينا نحكي. بارك، ليك من هلأ ورايح الأمور رح تكون معقدة كتير. يعني ما عم قلك روح من المدرسة، بس الأولاد قريبا رح يسمعوا ورح يصرعوك بالمسخرة ورح يسألوك كتير ويضايقوك كمان. أي أجوبة؟ أسئلتهم كانت واضحة، كل شي واضح. يعني ايه هو هيك مزبوط، الشباب رح يحاولوا يحشروك بالزاوية كل ما صحت لهم فرصة، ورح يجوا على المدرسة، ولما يجوا أنا بحل القصة، يعني بضمن ما يقربوا عليك، بس لما تروح على بيتك رح تلاقي كومة صحفيين، ما رح تخلص. منيح، وأنا بطلع إجازة. يعني وكمان مو معقول المدرسة تحاسبني على الغياب، مثل ما بتعرف وضعي خاص. هلأ انسى قصة العطلة، عم قول لحالي لو بتضل عنا لتهدى الأمور، وهيك ما بتبعد عن رفقاتك مشان ما تحس بالوحدة. تعرف إذا ضليت جنبنا رح تكون أهون عليك الأمور. رفقاتي إيه طبعا رح تكون فترة صعبة عليهم، بس الاشتياق منيح، لازم كل فترة تغيب شوي لحتى يشتاقوا لك وبترجع علاقتك فيهم أقوى. انت عم تضحك علي ولا شو ابني؟ كلامي مضحكة بالنسبة إلك؟ ها؟ احكي لي كل هالقد بالنسبة إلك انا تافه ومو مهم؟ جاوبني. لك انت ليش مو اخذ حياتك على محمل الجد يا ولد؟ ليش مستخف فيها؟ ليش ما اخذها بشكل جدي؟ فهمني انت ليش ما بتعرف قيمة حالك يا ابني؟ كل شي عشته واللي عيشته لغيرك. اذا
الظاهر انت تخليت عن حالك. انا ليش عم تعب حالي معك؟ ليش عم عذب حالي؟ اوه يا استاذي، هدي حالك شوي وارتاح. يعني شو بدك تعمل؟ يعني الولد اللي ابوه ما بيحبه انت بدك تحبه؟ قلي. عدم الحب هاي حجة، ما حدا ابدا حبني. بارك، انت عم تعمل هيك مشان تنحب يا ولد؟ اذا ما حدا بيحبني انا كمان ما لازم حب حدا؟ اذا ما حدا اخذني على محمل الجد انا كمان رح اروح واذي رفقاتي والعب عليهم واتمسخر عليهم كل الوقت؟ هلأ فهمت عليك كيف عم تفكر. هاي مو حجة بالحياة لأنه ما حسيت بالحب. طلع يا ولد، الحياة عبارة عن خيارات. إذا ما اخترت بإرادتك الحياة بتجبرك إنك تختار. خياراتك يلي بتأخدها هي يلي بتحدد كيف شخصيتك بتكون. بارك أنت مين؟ مين أنت؟ جاوبني لشوف. ولد ضايع. ولد ضايع بالله. شو برأيك هذا شباب؟ اسمع يا ابني، اذا كنت حابب تكون منيح ولحتى تحقق هدفك بالحياة رح اكون انا جنبك ورح ادعمك. انا بمدلك ايدي وبمسكك وما بتركك، بس إذا بدك تضل بشع رح دلك ظهري بطريقة بشعة بحياتك ما رح تتصورها. حتى أنت رح تنزهل. خيار لك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.